احمد، الدار البيضاء يعني السنوات الاخيره عرفت مجموعه من المشاريع في اطار يعني رفع جوده الحياه في الحياه في هذه المدينه الدار البيضاء، ولكن هذه المشاريع خلقت الان واحد موجه من الغضب والتذمر بالنسبه للسكان الدار البيضاء على الصعيد انها يعني تاخرت في الانجاز ديالها. واش تتفق معهم في هذا الراي هذا ولا خصنا نصبروا شويه؟ انا كنت كحسبني غتقول لي الدار البيضاء عرفت مجموعه المشاكل ماشي مشاريع، لان هذه المشاريع ما عندها لا بدايه الورش ولا نهايه الورش، وتا واحد ما كيعطي معلومات على امتى غادي ينتهي هذه الاشغال. والبيضاوي راه يعيش حاله يرتالها من في جميع المرافق المدينه، لا من السير لا من الجولان لا من الارصفه لا من وسائل النقل. زادوها ثاني بالمشاكل. هذه الدار البيضاء عندها جوج مشاريع كيمشيو ليها، كأس العالم الأندية الدار البيضاء قال لك ثاني الملعب محمد الخامس غير مؤهل، ألور في حين أنه تسد ثلاثة ولا أربعة المرات بصرفات العملاير، ومشى ليها معرض الكتاب. معرض الكتاب قال لك غادي يكون غير مره في الرباط ومره في الدار البيضاء. حنا كنقول لهم معرض الكتاب يكون في الرباط ويكون واحد في الدار البيضاء ويكون واحد في مراكش ويكون واحد في وجده ويكون في جميع المناطق في صالح القراءه وفي صالح الكتاب وصالح الشباب ديالنا.